سنوات طويلة مرت عليهم وما زالوا خلف تلك الجدران المظلمة يعانون اشد انواع التعذيب واقسى الممارسات التي لا تمت الى الانسانية بصلة، انهم المعتقلون في العراق واحدة من اشد صفحات نظام ما بعد عام 2003 قتامة وسوداوية. منظمة هيومان رايتس ووتش اكدت ورود مزيد من التقارير والقصص المؤلمة لحوادث تعذيب تشهدها السجون ومراكز الاعتقال في انحاء مختلفة من العراق. ورات المنظمة أنه لا جدوى من مواصلة دعوة الحكومة في بغداد لكي تعالج بنفسها الاستخدام المنهجي للتعذيب وظروف السجون اللا إنسانية. ولا بد من انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب مع مصادقة البرلمان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لأن ذلك سيسمح لفريق مستقل تابع للأمم المتحدة بزيارة السجون في العراق لتعزيز الحماية ضد التعذيب. وشددت المنظمة الحقوقية على أن غياب الإجراءات الحكومية والبرلمانية يعكس المسار المخزي للسلطات في العراق في مجال التعذيب والاحتجاز. وكان البرلمان قد رفض المصادقة على مشروع قانون مناهضة التعذيب لسنوات، والذي ينص على ضرورة أن يأمر القاضي بإجراء كشف طبي لأي محتجز يزعم تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة. وكان مركز جنيف الدولي للعداله قد اعلن مؤخرا انه تسلم تقريرا من داخل العراق يتناول باختصار اوضاع السجون ويثبت المعامله القاسيه التي تصل الى التعذيب المفضي الى الموت. وطالب التقرير بحمايه المعتقلين ومحاسبه كل المتسببين بالمعامله غير الانسانيه وتعويض الضحايا او عوائلهم. مشيرا الى ان الكثير من المعتقلين يطلق سراحهم شرط دفع مبالغ ماليه كبيره تصل الى ثلاثين الف دولار واضاف المركز انه خلال زيارات اجريت لبعض السجون وجد عشرات المحكومين يقبعون في زنزانه لا تتجاوز مساحتها بضعه امتار حتى ان اغلبهم لا يستطيع النوم مؤكدا ان هناك الالاف من الشكاوى التي تصل الادعاء العام بشان وجود عمليات تعذيب داخل السجون لكن هذه الشكاوى وتلك التقارير لم تجد صداها لدى السلطه الفاسده واجهزتها الامنيه والقضائيه